السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس حمدي من Creative Group. في الفيديو ده هنعمل الني كنترول او الاستدارة بتاعت الركبة دي في القدم عندي. تعالوا نعرف هنبتدي بايه. في الاول هدخل على الريجنج مود بتاعي وابتدي اقول له اعمل لي زي لوكيتور كده صغير، وامسك لي اللوكيتور ده واعمل لي سكيل، وبعد كده اقول له اخفي لي الكاركتر واقول له طلع لي اللوكيتور ده في نفس المكان اللي فيه مفصل الركبة بالظبط. بعد كده هقدمه قدام شوية بالشكل ده. بعد كده هظهر الكاركتر مرة تانية وابتدي اضغط كنترول دي وابتدي اقول له انقل لي المفصل للناحية التانية. هخفي الكاركتر عشان اتأكد هل المفصل بتاعي مظبوط بالظبط ولا لا، عن طريق ان انا اضغط كنترول دي او في اللي هو سناب، واتأكد ان المفصل بتاعي مظبوط بالشكل ده. وبكده انا متأكد ان التو لوكيتورز دولت مكانهم عند المفصل بالظبط. بعد كده همسك التو لوكيتورز بتوعي وابتدي اقول له دخلني على البوليجون وكلير هيستوري وفريز ترانسفورميشن، الحاجات اللي احنا متعودين نعملها. وبعد كده هقول له اعمل لي سكيل ليهم مرة تانية عشان اتأكد ان حجمهم مظبوط بالشكل ده. لو لقيت ان اللوكيتورز بتوعك كل ما بتعملهم فريز السكيل بتاعهم بيصغر، فمش مشكلة، ممكن تسيب السكيل على وضعه الحالي، كده كده احنا مش هنغير فيه ولا هنستخدمه. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنبتدي نستخدم البول فيكتور كونسترين. عشان البول فيكتور كونسترين يشتغل لازم الهاندل بتاعي يبقى نوعه روتيت شين او روتيت بلان سولفر. هعمل الموضوع ده ازاي؟ هبتدي اضغط كليك على الانكل بتاعي او على الانكل بتاعي، وادخل على الاتريبيوت اديتور، وابتدي ادخل على الاي كي سيلفر اتريبيوت واضغط هنا كليك. هلاقي ان انا عندي الايكو سيلفر حاليا هو سنجل شين، فاقول له حول هولي لروتيت بلين سيلفر بالشكل ده. بعد كده هروح للاي كي هاندل التاني واقول له حول هولي لروتيت بلين سيلفر برضو. كل اللي هعمله بعد كده ان انا همسك الكونسترين الاول، بعد كده شيفت كليك على الانكل وابتدي اقول له كونسترين المره دي استخدم لي بول فيكتور بشكل مناسب. ودلوقتي اول ما هبتدي احرك المفصل بتاعي ده هلاقي ان الرجل بتاعتي بتتحرك. نفس الكلام همسكه الناحيه الثانيه، وفي الاول طبعا لازم همسك ده ابتدي اقول له ده الني اندرسكور سي تي ار ال اندرسكور ليفت، يعني ده الني كنترولر بتاع الليفت. همسك الناحية التانية اضغط عليه دبل كليك واقول له ده الني اندرسكور سي تي ار ال اللي هو كنترولر بتاع الرايت اندرسكور ار، وبالتالي همسك الرجل الرايت او الانكل الرايت وابتدي اقول له كونسترين. ممكن كونسترين هبتدي اقول له بول فيكتور، طبعا هلاقيه بيقول لي انك لازم تحول ده لبول فيكتور، فبالتالي هضغط عليه زي كليك كده وابتدي اقول له دخلني على الكونسترين، اتاكد ان هو معمول لروتيت بالشكل ده. وابتدي اقول له كونسترين من كونسترين بول فيكتور. وبكده هنبقى ظبطنا عمليه تحريك المفصل بتاع الركبه في الناحيتين. يعني لو مسكت ده وابتديت احوله يمين وشمال، اعتقد ان احنا لو مسكنا المين ريج بتاعنا او الكيرف الكبير بتاعنا ونزلنا لتحت الموضوع هيبقى اوضح. لان دلوقتي لو مسكت الركبه وابتديت احرك يمين وشمال حركه الركبه هتبقى ظاهره. نفس الكلام هعمله من الناحيه دي، احرك يمين وشمال حركه الركبه بتاعتي هتبقى ظاهره بالشكل ده. وده طبعا هقول له رجعه لي نقطه الزيرو مره تانية. انا عارف ان المفصل بتاع الركبه ده مش هستخدمه غير ان انا احركه يمين وشمال، فبالتالي اقول له هات لي كده ده واقول له هاتلي كل الاتريبيوت بتاعتي بالشكل ده او كل النودز بتاعتي ما عدا واحد بس اللي هو الحركة في الاكس، واقول له لوك اند هايت سيلكتد لان انا عارف ان انا هستخدمه في حركة الاكس بس. وهمسك التاني اعمل معاه نفس الكلام بالظبط، اقول له رايت كليك لوك اند هايت سيلكتد. وبكده انا ظبطت المفصل بتاعي. حركه كمان صغيره هعملها ان انا هعلم على التو كونسترينز عندي واقول له رايت كليك على اللاير
واقول له add selected objects بالشكل ده، وهتأكد هل انا قادر فعلا اخفي الكونسترينز بتاعتي كلها ولا لا. كليك، اختفت، ظهرت، وبكده هنبقى خلصنا الني كنترول عندنا. اتمنى ان الفيديو يكون مفيد ليكم، ما تنسوش تعملوا لنا لايك، سبسكرايب وشير عشان توصل لكم فيديوهاتنا في اقرب فرصة.